احبائي مشاهدي برنامج اسال مدرب حياه مسيحيه سؤال جديد النهارده وسؤال قوي ومهم جدا بنشكر اللي بعت لنا هذا السؤال واحده ست برضو لان واضح من الاول السؤال يعني بتقول في ايه جوزي بيقضي وقت طويل جدا في الشغل واشعر انه مش بيحبني زي الاول اعمل ايه جوزي بيقضي وقت طويل جدا في الشغل ما اعرفش شغله ايه ممكن يكون مثلا شغل الهوريكا بياخد وقت طويل او ايا كان شغله واشعر انه مش بيحبني زي الاول انا عايز أقولك بس حته مهمه جدا انت ليه ربطتي النص الاول من السؤال بالنص الثاني ليه ربطتي جوزي بيقضي وقت طويل في الشغل يبقى ما بيحبني زي الاول ليه ربطت الاثنين ببعض ممكن يكون جوزك بيقضي وقت طويل في الشغل علشان يحقق حاجات كتيرة جدا ليكي ولولادك علشان بيحبك مش عشان ما بيحبكيش الحته الاولانيه عايز أقولك فيها ليه ربطين ببعض ممكن جدا ان هو بيعمل ده كله علشان خاطرك دي حاجة، الحاجة التانية في حاجات كتيرة جدا بتبين ان كان بيحبك ولا مش بيحبك مش هو ده المقياس. نمرة ثلاثة تخيلي ان هو قال طب انا هعمل شغلي، انا بدل ما اشتغل في المكان اللي انا فيه المشروع بتاعي ايا كان، بدل ما اشتغل 12 ساعة انا هشتغل أربع ساعات بس واجي والمشروع بتاعه ينزل، طب ما هيأثر تأثير غير إيجابي عليك الفكرة كمان مش في عدد الساعات اللي بيقعدها معاكي، لكن في قيمة هذه الساعات. أنت تقدري تعملي الساعات ده هي ساعات جميلة جدا بالنسبه له ساعات حلوة ساعات فيها راحة كل ما يحس ان ساعات البيت ساعات فيها راحة ممكن يزود منها اكتر يعني ممكن جدا كونه بيقعد في الشغل ساعات كتيرة ممكن يكون ده السبب انه بيهرب من قاعدة البيت اللي فيها تحديات ومشاكل مش مرتاح فيها فمش كل حاجة نعيدها على الشخص التاني، أنا مش بظلمك، أنا بقول بديك كل الاحتمالات لأن أنا ما معاك معاكي المشكلة أصلاً فين. أولاً ما أربطش إن جوزي بيشتغل كتير إنه ما بيحبنيش، لا ده ممكن يكون شغله كتير ده عشان بيحبني. نمرة اتنين لو جوزي لو جوزك بيشتغل, بيشتغل بيشتغل وقت طويل جدا وبيقعد وقت قليل في البيت يمكن الوقت بتاع البيت ده وقت مش ممتع بالنسبة له. لما يكون هذا الوقت ممتع بالنسبة له هياخد من وقت الشغل علشان يقعد معاكي. الحته دي مهمه جدا نراجع نفسنا في الاول ما بتديش دايما التغيير بالشخص الثاني ممكن اغير انا فيا جوايا نمره كمان نمره اثنين ما تديش احتمال دايما غير ايجابي ممكن يكون جدا احتمال ايجابي احتمال اللي بيعمله ده علشان بيحبني ربنا يزود المحبه دايما في قلوبكم اشوفكم المره الجايه ان شاء الله